السلام عليكم البنات، لاباس؟ السلام عليكم المهمات ديالي اخواتاتي صحباتي الفاميلا ديالي اللي هما نتوما، لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم بخير وعلى خير. اليوم صباح الحراره شويه في مراكش، مهم ماشي كي خليتها ولكن مهم سخون الحال. كيف دايرين نتوما؟ الاحوال ديالكم وليداتكم معز عليكم؟ اليوم نهار جديد، فيديو جديد. عرفتي قلت لكم هاد الهضره تفكرت ما جاد هانتوما معانا. والله البنات الا كيخليو عليا بلاصتهم خلاوها عليا بزاف. واخا نقول لكم زعما ارتاحيت وداكشي، ولكن والله العظيم الا عقلي الا عرفتو الوالدين الله يسمح لينا منهم وقال لي ماما غيحسوا بيا، فعلا كيخليو عليك بلاصتهم واخا يكونوا ضاسرين واخا يكونوا اي حاجه فيهم، تي كيجيوك زمن عسل دوك الوليدات تيجيوك حلوين. وكي تيقول لك المثال اش عند القرعه مطرعه، هي وليداتها. الله يحفظهم لينا ويخليهم لينا ويحفظ لكم جميع وليداتكم، واللي باقي ما عندوش الوليدات الله يسهل عليه ويفرحه وينجيه ويحفظ ليه وليداته من كل شر ومن كل اذى، واللي مريض ليه وليداته الله يشفيهم ليه. اليوم البنات فيديو جديد، نهار جديد، بديت لكم من الصباح صراحه من بعد ما فقنا كاينين يا نوم والدار. فطرت انا ويا اونصومبل، صافي غادي نجيب مروه. بالنسبه للبنات مروه توحشتها بزاف بزاف بزاف، ما نعاودش لكم بطاريا امتى يصبح الصباح. بالنسبه لمروه راه كاينه عند ماما، ولكن جات كاين عند حماتي، وحماتي داته معاه عند عمته عند لابيسين وداكشي. المهم عاجبو الحال، كيصيفطوا لينا هكا دي فيديو وعاجبو قاستيعو عاجبو الحال. المهم داوه معاهم، المهم خليه فوج حتى هو عند حماتي، عزيز عليه با جدو، عزيزنا عليه عماتو وداكشي. المهم كيعجبو واحد الجو، كيعجبو تما الحال. وبالنسبه لمروه هي اللي غادي نجيب دابا ان شاء الله، غادي نجيبها من عند ماما. قلت لها كنبارطاجي معاكم لا فيديو. الطوموبيله خاويه البنات، واحد البلاصه كيخليو ليا هانتوما معنا صراحه، كيملحوا ليا الفيديو. المهم كيعجبني الحال يكونوا معايا في الفيديو، كيملحوهم ليا. ايوا البنات هذا مكان. المهم انا صورت لكم بنضادر، كلشي بنضادر، حيدو نضادر علينا نهضروا معاكم. المهم اول حاجه البنات بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم في لا فيديو البارح، اللي خديتكم عليا على اللايكات ديالكم صراحه، وصلتوا بزاف ديال اللايكات اللي خديتكم عليا. هكاك البنات نبغيكم، هكاك ضد في العديان، لايكيوني يا البنات، البارطاج، طلعوا لي لي فيديو الناس اللي كتبغيوهم، خواتاتكم صحاباتكم فاميلاتكم، بارطاجيو لي لي فيديو اللي خديتكم. واللي باقي ما اشتركت في القناه شنو كتسيني تنضمي للعائله ديالنا بالضغط على الزر الاحمر هكا باش تشوفي عليه الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. وشكرا لكم، شكرا للمتتبعات ديالي في جميع المدن، جميع البلدان، جميع المغرب خارج المغرب، على التفاعل ديالكم مع لي فيديو ديالي. ايوا هذا ما كان، قلت نبدا لكم الفيديو من الاول. مشيت شريت لماما شي حاجه خاصها، وغاديه دابا ان شاء الله عند مروتي نمشي نشوفوها حتى هي، فريمون توحشتها، ونصور لكم اللي كاين غنبارطاجيه معكم. راني عاودت لكم اشنو كاين في الفيديو اللي قبل. المهم ضروري خصني نمشي نجيب مروه للدار حيت غادي يجي عندنا داك السيد. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي عندك يكون شي حد هكا زعما غادي نصباك ولا شي حاجه، البنات لا، شي واحد معروف ومعروف كبير، الاسم ديالو معروف كبير ومعروف، ويعني عنده لاباج ديالو، عنده قناته، عنده بزاف ديال الحوايج اللي هما كبار، ما يمكنش يعني يكون شي حد عادي. نقول لكم واخا، شكرا انكم كتخافوا عليا، شكرا مهتمين لامري، شكرا انكم كتحسوا بيا، الله يكبر بكم. وهذا ما كان البنات، خليكم معايا نمشي نجيبوا لا برانسيس مروه وداك العفيريت جاد، والله الا توحشتو هانتوما معانا يا البنات. وحق الله واخا كيكونوا وليداتك ضاصرين كيجيوك انت نقطه السمن والعسل، واخا يقولوا لك وليدك ضاصر انت كتبقى ليك في قلبك وليدي درويش. الله يحفظ لينا وليداتنا، والله يسمح لينا من الوالدين، هذه هي الام، ولادك تيجيوك زوينين كيف ما كانوا. ايوا صافي البنات هانتوما معايا بلا ما نطول عليكم، نمشيو عند مروتي. يلا ديريكتوم عند مروه، خليكم معايا. مروه ماما. يا مرواتي، يا اختي على الويشه ديالي. يلا قولي السلام عليكم البنات. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ شكرا لكم، شكرا لكم على لايكاتكم، اطا عليكم. وريهم التفركيس، شوفوا البنات شكون شالي كاجي. شكون شالي الطوانغ؟ شوفوا شوفوا البنات اللويزه مع من جات وفي الودنين اللي جات فيهم، ياك تحشتيني؟ والله البنات انا توحشتك بزاف 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 بزاف. عرفتي البنات يخليو بلاصتهم في الدار، عرفتي ماما؟ انا لا انا اللي خدت علينا الله يربحها، ونعمه التربيه ونعمه الاخلاق ونعمه، والله انا راه الدومين ديالي. ماما راه في التعليم البنات، راه استاذه، راه في التعليم، راه المتتبعات كانوا قريتهم، تيشوفوا الكومنتير ديالهم. اه طيب لا زكا زكا، هدايا هدايا ديري الله ابدا. كاش تبرزيت والله؟
شتي تتوريني داكشي اللي شريت لها ماما كله. شكلي الكاس. هاي هاي شوفي شوفي طالبه على الكاسك. هاي هاي شارجولو. هاي المينيكا. هاي هاي شات لك باغبية. برافو على امي. ايه باش ترمي ديك المينيكا الاخرى تحيدها علينا. بتحيد هذيك الحمراء مروه. ايه هذيك الحمراء. هذيك الحمراء حتى تتخلع صراحة والله إلا تتخلع هادو زوينين. انا خلعتني هذيك. الله يخليك لي امي انت الله يخليك لي. هاي 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 هاي. ايوا شوفوا قلت لكم البنات قلت لكم راه ماما مع مروه شكل اخر. كتبوس فيها الله يخليك ليا ماما الله يطول لك. سمعوا ماما قالت لكم الباع الزبده تبع بنت. شوفي فين هي الغطايه تاع الريحه. اه واعر هذا البارفان سميتها وي غاسكال غابي منين شات لكم ماما عند مول المكياج. برافو واش شريت لك ثاني؟ شوف قالت لك شريت لك السينيال وشريت لك السنان نسيتهم ليه؟ باقي ما تشري لي هذاك. اه زوين هذا ماما اللي شريتي لها غزال السينيال. باغا فارماسي. بافيت سول بافيت تتوريني دابا والله البنات انتم الا بحال دخلت كاسة تتوريني داك الشيء اللي شريت لها ماما. شوف يلا واشوف اللي عزيز على امي تو عمره ما يتخص. قالت لك توري المتتبعات اش شريت لها امي. ما البافي ديرها القرعات. اي هي يلا ديري البافي. شكرا شكرا هي هادشي بزاف علينا والله الا بزاف علينا هادشي. شوفوا لا كلشي على الطوال. شوفوا شوفيهم شوفيهم يا اختي يا اختي يا اختي تحبتكم ولانا. اي سالت لي عند امي متو شتي انا ميتي ليا انا امي ماتي ميتي ليا ما قال لي شري ليا انا والو. شوفوا الكاسك. هاي 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 تسمع فيه الاغاني ياه بغيتي تسمعي فيها بنتي حفظي فيه القران. بغيتي ديري هذا حفظي القران صافي. ماما هو الكود درتي الكود. الله يا ربي الله قلت لك حيدي هادي ديري حيدي ديري الكود نوريهم اش دايره ليا ثاني هنا. حيجي خرجي خرجي نشوف نشوف هادك اللي دايره في البروفيل. انتما شوفوا البنات اش دايره في البروفيل دايره ديك المونيكا ديك اللي كنحملها. انا ندير التصويره. لا حيدها المهم شريت لك هادشي. حيدي هذيك التصويره ديري تصورتي انا وياك ولا شي حاجه. حيدي هذيك المونيكا شوفوا البنات تضل تصور فيها وتقعد. لا حيدي فين هي التصاور اللي مصوره. ها انتم شوفوا هذيك اللي وريتكم البنات تتخلع والله العظيم. شتي ماما قالت لك حيدي شوفي شريت لك هذا حيدي من التليفون داكشي خايب. ايوا صافي البنات انا يلاه دخلت خلينا نجمع شويه مع ماما ونشوفوا الميمه ياك ونهضروا تحت تو مع الميمه نصور هذه الموديكه تصوريها نديرها في يلاه اش بتقولي متتبعاتك. نقول لهم شكرا لكم شكرا لكم على لايكاتكم وشكرا لكم مح مح عليكم. انا عندك ناس ما تدوش لك ناس الله يعطيك الصحه ماما كسيكسو. المهم البنات ضروري خاصها تفكر جارتها ماما ضروري هذه القاعده عندك ضروري بصح تشمو والله ما كتاكلوش كسكسو مع تاتا جارتك. هاكا ديتها تقول لي عافاك لا درتي كسكسو عيطيها هي بوحدها ما كاينش هي بوحدها ولكن كسكسو البنات ماما لا يقاوم. اللي باتو مرحبا مرحبا بكم البنات اللي عشقات كسكسو مرحبا بها ماما كسكسو سبيسيال فيه. هانتوما ها هو اللبن البنات اللبن هذا ديال البلاد. هانتوما معانا جد جد مسكين خص خلى بلاصتو والله الا هانتوما معانا. المهم البنات نتاع الوليدات الصغار وكسريتنا ها هي الكسريه الصغيوره. اي والله الله يخلي الوالدين الوالدين صراحه وطفيا دايره بالعسل الحر بصح والله العظيم. الله يعطيك الصحه ماما.
كانت الحادقه. لا عندك البنات صراحه البنات فيما جيت عند ماما ما كنبغيهاش تشقى. الطياب طيب لينا طيب ماما كيعجبني، ولكن بحال هكا نشوفها تتغسل الماء وانا جالسه ما كيعجبنيش الحال. هانتوما باقيه مكسوتي باقي بحوايجي. لا حادقه حادقه عرفناك حادقه. لا والله ماشي زعما هذا الحداقه، وانما هانتوما البنات ما بقيتش تخليو والديكم يغسلوا الماء ما يبصح كيعجبني بحال هكا. ما كنبغيش انا وجالسين نتوما والديكم جالسين تيشقاو وجالسين تيغسلوا في الماء وانتوما جالسين ناعسين. صح باقي بحال الطياب اي طيب، ولكن امي عنا وليديكم يطيبوا ماشي مشكل، ولكن خلي امك جالسه تغسل في الماء عنا هي جالسه تتفرجي في التلفازه ولا هزه التليفون. شوما الله يسمح لينا الوالدين اللي درنا لهم، الله يسمح لينا منهم هذا الشيء اللي كاين باش ما قصرنا، الله يسمح لينا منهم. المهم ما نعاودلكمش على الماء فاش تيتجمعوا كاس خو كاس تبصيل خو تبصيل بلاطو خو كاس خو كاس. صافي البنات هذا كملنا غديوتنا ومشينا للمعنات وهانتوما معانا. يلا حتى تكمل المعنة وتعاود تاني تلاقى معاكم ونكمل داكشي اللي خاص الكوكوت هذا. اوا امشي امشي الكوكوت طيب في الزكا واحد الحلفة بانت ليا زوينة هنا عند ماما دوك ديال السلك الرقاق مزورين هي صغيورين زوينين تيكونوا في بيم. يلا طفينا لا وحدة غليظة بحال غسلت بيها الصلاطة هاهي لقيتها هيا غليوضة هي زوينة وعرفتي تتحك بحال هكا الكوكوت خاصة لا تشوفها تجي شوية الصابون البلدي لا انا تسحبني دوك الاخرين دايرين بحال ديال الحلفة تسلكو ما رقيقين ولكن لا انت دايره كي بحال الصابونة بحال شكون الصابونة هي حلفة صافي منين شكرتي علينا دابا حتى انا ناخذ هكا زوينة ايوا هي كتغسل الماء وانا مقصره معها حتى تكملهم قلت لها نعاونك حلفات عليا قالت لي لا لا المهم البنات عيطت الحكيمه كي قلت لكم قالت لي بغيت نشوفك ايوا قلت لها دوزي انت المهم جات كلات معايا كسيكسو جات عند ماما اذا كليت معاهم سكسو واحد سكسو ما شهيتكم فيه تبارك الله جا بزاف الله يعطيها الصحه كبرات بيا الله يكبر بها ودابا مقصرين ومجمعين بريري تاتاي ضروري دابا خصلات تغدينا من ورا واحد كويس ديالها تا يلاه يعطيك الصحه ماما على هاد الريحه تاع تاي باينه شتي كسكسو تنشكرو فيه البنات والله الا كيوم الله يعطيها الصحه ماما اش بغيتي تقولي للمتتبعات اليوم السلام عليكم عواش المباركة مرحبا بكم في هذا الكاسكروت مرحبا بكم معنا البنات هانتوما معنا البنات قلت لي نقولوا انه هي قد قد مهمة البنات مهمة البنات تحشتيني تحشتني البنات بزاف بزاف من قبيلة هي كل شوية تجي تبوس فيا ياك تحشتيني ها تحشتي فيا فيا النقير المهم البنات صافي هذا هو العشيه ديالنا كيف ما شفتوا. من بعد ما جيت هنايا تغديت مع ماما غيجي بابا دابا مشي يجيب جاد حيت جاد كان في طريق وريكا مشي يجيبو من عند عمتو اللي غادي يخلط علينا هنا ونمشيو كاملين مجموعين حيت عرفتوا البنات داكشي اللي قلت لكم غادي يجي الراقي ضروري المهم غادي يجي اليوم اش اليوم الجمعه غادي يجي السبت وحد عندنا حيت اصلا باش يكون راجلي جالس ما خدامش ايوا صافي البنات هذا ما كان الله يجي شي تاويل الخير. من جات عندي حكيمه قالت لي صراحه حكيمه مش كنديرها بروغرام باش تجي عندي انما قالت لي بغيت نمشي نشوف ماماك قلت لها مرحبا كنجيبها لها شي البن ماما عزيز على البن ديالها كان البلاد جيبها لها شي زبده بلديه وقلت لها جي مرحبا بك راني كاينه عند ماما نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالنا اليوم نكون هكا بارطاجيت معكم نهار زوين وصافي تحشت مرواتي تحشت ماما صافي نقص معهم شويه وغادي نمشي ندي مرواتي غيخلط علينا رشيد غيجيب جد ونمشيو كاملين للدار اسمعوا البنات اش تقول لي يا ماما قالت لي جزيتي لي ثاني شي بيجامه ديالتي لا جي بيجامتي البنات هادي بيجامه ديالتي ما مشي هادي اليوم ما مشى لي خلاص اليوم ما خلتش لا عندك معايا الحطاط هي قالت شنو هي لا كانت لابسه داكشي تاع ماما المهم انا الهريف ضروري شنو هي هي
خلاص عليك انت لابسه. لا حيدتها. ايوا صافي اختك تشويني في الفيديو. ايه بغيت نصور وانا نسلتها. المهم شوفي ما عطاش بغيت مشطي. يلا شوفوا البنات الشتاء بغيت مشطي الشتاء. يلا مشطي. اي 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 لا تفركيس. اي اي وريهم الشتاء. شوفوا داك الشيء البنات مفركس ثاني. هاد جا البنات من بيماج. يلا شتاء مزيان. واعره واعره الشعر اللي زين انت اللي زينه. يلا البنات نتمنى عجبكم لا فيديو ديالنا اليوم. ما سخيتش بكم كنموت عليكم. ما تنساونيش باللايكات ديالكم الا عجبكم لا فيديو جاي ان شاء الله.